من فس، هذا اللي تشوفونه هني القصر الملكي. الملك إذا زار فس يسكن هني. شنو أصل كلمة فس أو فاس؟ يقال أن إدريس الثاني لما تم إيجاد المدينة هذه في القرن التاسع لقى فاس ذهبي، فتم تسمية المدينة فاس. هذا اللي تشوفونه هني القصر الملكي. طبعا المنظر بديع جدا مثل ما تشوفون، وأيضا في أشياء كثيرة تشتهر فيها فاس، وكانت هي أكثر من مرة عاصمة المغرب. هذا لون الفخار، يحطونه في فرن، فرن من الحرارة بالغاز لدرجة حرارة توصل إلى 900 درجة مئوية. بعدين يطلعون الفخار ويحطونه هني، يصبغونه بألوان، الألوان تكون شوي مطفية مو لماعة. بعدين يغطسونه في المحلول هذا ويترجع مرة ثانية، يحطونه بفرن درجة حرارته 1000. شوفوا هذا ما زال مطفي. بعد ما يطلعونه من الفرن الثاني لدرجة حرارته 1000 تصير الألوان لماعة نفس هذا. هذا اللي تشوفونه هني غرفة التلوين أو الصبغ. هني يصبغون بعض الماتيريال قبل ما تدخل الفرن المرة الثانية، تنحط بدرجة حرارة عالية. شوروم مالهم. نايس. طبعا هني يسوون وايد اشياء. هذه الاشياء اللي تكون ملونه يرجعون يكسرونها الى قطع صغيره مثل ما تشوفون هني، بس مو اي تكسير، يسوون اشكال منهم. شوفوا بعد ما يخلص الاشكال هذا يكون قاعد يرسم لياهم اصلا. بعدين في اشكال يستخدمونها حق اشياء مثل هذه. شوف شلون انتهت. والاشياء اللي تكون مكسوره يرجعون يصفونها هني مره ثانيه. أنا أوريكم. بعدين يصبون فيها هذا كله ويدخلونها الفرن وتطلع بالشكل هذا. كل هذا اللي تشوفونه هاند ميد، ويشحنون DHL لغاية جميع دول العالم. هذا مو دعاية ولا شيء، بس هو قاعد يشرح لنا. هذا حتى النوافير هذه كلها قطعة قطعة مسوينها. هذه مثلا طالبها واحد أمريكي والحين رايحة أمريكا. شيء رهيب كمية الشغل باي هاند. هذا كله اللي تشوفونه شغل يدوي كله كله كله. في سوق الصفارين يسمونها أو ساحة الصفارين، واحدة من الأماكن المشهورة في وسط مدينة فاس. هني يشتغلون بالمعادن غالبا النحاس، وهني جاي يقصون النحاس. هذول اللي تشوفونهم الجذور الكبار يستخدمونهم في المناسبات الكبيرة عندهم، ولكن هذول يأجرونهم ما يشترونهم.
إذا كان عندهم مثلا عرس أو عزاء أو شيء مثل هذا. هذا مسجد وهذا قبر مؤسس مدينة فز، هذا اللي تشوفون القبر. ندخل أول شيء المسجد، بعد ما تعبر الساحة مال الصلاة والمساحة هذه مال الصلاة تشوف هني البوابة، وهذه هي الجامعة القديمة. يستغربون شلون هذه الجامعة، الجامعة يمكن الجامعات اللي انتم تعرفونها الأيام بنيانها حديث، ولكن هذه قديما كانت دور العبادة هي نفسها الناس تتعلم فيها، ابن خلدون ابن رشد كلهم دارسين هني. اللي تشوفونه هني هي مرحلة غسيل الجلود، هذه الأرضية المنطقة اللي هني هذا اللي يغسلون فيها الجلود، اللي تشوفونها هناك هذه غسالة أوتوماتيكية، بعد ما يغسلون الجلود يخلونها هني علشان تجف، وبعد ما تجف الجلود يفصلون الصوف، إذا كان الخروف أصلا ميت يخلون الصوف ماله هناك مثل ما تشوفون على السطح هذا اللي هني، وإذا كان الخروف حي بعد ما يجزونه يستخدمونه، إذا كان حي يكون أنعم يستخدمونه حق الملابس وحق الأثاث. هني هذا المكان اللي تشوفونه هذا اللي فيه الصبغ، جميع المواد المستخدمة للصبغ تكون مواد طبيعية ما في شيء كيميكال، فراح يكون مثلا الأصفر يستخدمون فيه الزعفران، اللون الأخضر يستخدمون فيه النعناع، اللون الوردي يستخدمون فيه الزهر، وهلما جرب بعدين يحطونهم في مكان هناك عالي علشان يجفون، لأن الشمس لما تغيب هني يصير ظل، هناك يظل في شمس فيظل في مجال أن الجلود هذه تجف ويستخدمونها، كل شيء يستخدمونه طبيعي 100%. هذا هني اللي تشوفونه المعمل، هذه الجلود هني جاهزة على حسب الجلود، إذا كانت ملونة مثل هذا اللي تشوفونها هني أخضر والأزرق، وكل يوم يصير عندهم ديزاين معين، هذه الديزاينات موجودة مقصوصة على كرتون جاهز بس يخيطونها ببعض. الحين ننزل نوريكم تحت الشوروم. فز مدينة عظيمة ومليئة بالتراث ومليئة بالأشياء هذه صراحة، يعني خلينا نقول يوم واحد ما يكفيها أن أنت تعطيها حقها، ولكن قاعدين نحاول نوريكم قدر الإمكان. هذا اللي تشوفونه هني هذا ركن الأخشاب، عندهم تقريبا في كل مكان في ركن معين، معظمهم كلها صناعات يدوية، كل مكان يسوون في شيء مختلف. هذا اللي يزفون فيها العروسة. شوف عندي هني 1-2 USB chargers، هذا قاعدين نشحن فيه بطاريات الجو برو طول الرحلة، وهذا شاحن حق التليفون. بعدين اخذ الصدمة بالدرج اللي فوق في 12 فولت مركبين عليه تليفونين قاعدين نشحنون، ما ادري من تليفونه هني قاعد يرن. فهذا هني عندنا شاحن في 2 هني داخل تحت السنادة، بس ما بيفتحهم لان التليفون راح يطيح. في عندنا هني واحد ايضا قاعد نشحن فيه جو برو، وورا مكان الزناط بعد في 2 بس احنا مو مستغلينهم لان عندنا كفاية اصلا، ولان الزناط ورا فما نقدر نستفيد منهم. ما حد يتهاوش على USB داخل الديسكفري، واضح؟ خلصنا من فز، وصلنا افران. صراحة الديسكفري سيارة مريحة بالسفر وايد، سقنا يمكن ما ادري كم سوفار، من وصلنا اليوم الثالث خلص تقريبا فوق 1000 كيلو
بشوي احنا وصلنا لفران، منطقه تعتبر جبليه، احنا على ارتفاع 1665 كيلو. هذا الفندق اللي احنا ساكنين فيه اسمه مشليفن، يعتبر واحد من فنادق الحلوه هنيها، تعتبر منطقه ريزورت خاصه حق سكينج. بس شوفوا شنو هني، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هذا شيرون، هذه يا 488 يا 458، مو متاكد صراحه.